الانسداد السياسي يخيم على العملية السياسية وسط خلافات حادة، والمستقلون يعجزون عن تقديم مقترحات لحل الأزمة. وسط فراغ سياسي يسيطر على المشهد، اللجان النيابية تفتقر للتنفيذ الحكومي، وأطراف سياسية تعد تلك اللجان محاصصة غير دستورية. حياكم الله مشاهدينا، وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، حيث ما تزال العملية السياسية تخلو من أي مخرجات حقيقية، لتبقى عقدة شائكة تتجدد تسبق كل محاولة لتشكيل الحكومات الانتقالية، لتليها تداعيات تشكيل الحكومة المرتقبة والتي كان يعول فيها في آخر المطاف على المستقلين الجدد من النواب. لكن الأمر يبدو أصعب بكثير من خزين معرفتهم السياسية، وبذلك يصبح المشهد السياسي الذي رافق مجريات سير العملية السياسية مكملا لسلسلة تراكمية خلفتها الخلافات السياسية بين الكتل، لتترك آثارا كانت قد أخذت مأخذها من عمر العملية السياسية التي ما زالت تدور في حلقة مفرغة. وفي الجانب الآخر مشاهدينا، فأن الفراغ السياسي الذي يخيم على المشهد يبدو أنه سيكون معطلا لتشريع القوانين التي تنبثق عن اللجان النيابية الدائمة في أروقة البرلمان. وبعد المضي بتسمية أعضاء تلك اللجان، فأنه من الصعب أن تأخذ دورها التشريعي في ظل غياب الحكومة التي طال تأخر تشكيلها بعد تنامي حدة الصراعات والخلافات التي تسيطر على المشهد. لذا فأن تشكيل اللجان النيابية لم يعد يجدي نفعا لعدم القدرة على تنفيذ ما تصدره من تشريعات وقوانين، كون تنفيذها يتوقف عند أعلى الهرم للسلطة الحكومية التي ما زالت ملامحها لم تكشف بعد. إذن مشاهدينا، عند الورقة الأخيرة من محاولات حل حالة الأزمة السياسية، يقف الرهان عند عتبة المستقلين دون مؤشرات للخروج منها. ويبدو أنه مع اقتراب انتهاء مهلة 15 يوم، ليس من جديد يطرح على الساحة السياسية في وقت يرى فيه مراقبون للشأن السياسي يرون أن تشكيل الحكومة بات أمرا معقدا للغاية في ظل التناحر السياسي والخلافات القائمة بين الأطراف السياسية. تقرير نهى الشمري. النواب المستقلون الورقة الأخيرة في ملف المحاولات للخلاص من مأزق الانسداد السياسي بعد عدة انعطافات مرت بها العملية السياسية منذ إجراء الانتخابات إلى هذه اللحظة. وبلوغ الأزمات في هذه المرحلة ذروتها، إذ توجهت أنظار الأمل إلى 43 مستقلا داخل البرلمان، لكن الانقسامات التي حدثت في صفهم أخمدت جذوة الأمل تلك، وهذا ما زاد من صعوبة تجاوز المرحلة الحالية العصيبة. فهذه المحاولة هي الأخرى التي باءت بفشل خطوات الكتل التي راهنت على استقطاب المستقلين رغبة منها باصطفافهم في خطها، إذ يرى متابعون للشأن السياسي من المستبعد تشكيل تحالف في مهلة أقصاها 15 يوما، بالوقت الذي يلاحظ فشل بقية الكتل من تحقيق ذلك. وبعد كل هذه التجاذبات التي حدثت بين الكتل والتي آلت إلى توجهها للنواب المستقلين، يصرح مراقبون إذا بقي الحال على ما هو عليه دون التنازل من الكتل الأخرى والابتعاد عن مبدأ الإقصاء للصف تحت تحالف واحد، فإن تشكيل الحكومة أمر مستبعد. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكرام في الاستوديو الأكاديمي دكتور طالب محمد كريم. أهلا بك يا دكتور، ضيفا كريما. أهلا وسهلا، مرحبا بك. وأيضا الترحيب برئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين الأستاذ صباح زنقان، ينضم لنا بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم أستاذ صباح. أهلا وسهلا، حياك. أبدأ معكم دكتور طالب، برأيك ما مقدار التحدي الذي وضع أمامه المستقلون في هذه المرحلة السياسية الحرجة من تاريخ العملية السياسية؟ شكرا لك سيدي الكريم، وتحية خاصة لضيفك الكريم أستاذ صباح. أنا أعتقد طبعا في كل هذه الموضوعات ولا زال لحد هذه اللحظة اللي نتكلم بها هي مجرد ربما كشف النوايا التي تختفي وراء العمل السياسي. بمعنى هناك طبعا أطروحتين، وهذه الأطروحتين هي السائدة طبعا في الحراك السياسي العراقي وفي هذه الدورة تحديدا. أما يكون هناك أغلبية سياسية هي التي تنتج وتولف حكومة جديدة، هذه الحكومة تنسجم مع برنامج الحكومي الذي يتواءم أو يتلائم مع تطلعات الشعب العراقي، وخصوصا أو تحديدا بعد أنه يكون هذا هو استحقاق شعبي، لأنه باعتبار الانتخابات هي انتخابات مبكرة جاءت على وفق هذه المعادلة. والأطروحة الأخرى اللي هي أطروحة التوافق الوطني، بما أن هذه الأطروحتين لا زالت هي غير فاعلة ما أخذ موقعها من العمل السياسي، بالتالي هنا طبعا بدأت الشكوك ما بين هذه الأطراف، وبالتالي الضخ ودفع نحو إحراج المقابل، بمعنى أنه ما أسلفت عنا سابقا كشف هذه النوايا، هل هي نوايا حقيقة في العمل السياسي؟ لا يتحمل عن النوايا تحديدا. نعم. دكتور عذرا المقاطعة، نعم. لكن شنو قصدك بالنوايا في هذه النقطة تحديدا؟ هل هناك نية ربما تكون مغايرة من منح المستقلين دور حقيقي بالعملية السياسية؟ لا، أساس المعادلة اللي كان يفترض أن تصاغ أغلبية الوطنية، هل أغلبية الوطنية هي حاجة؟ هذا موضوع. كيف يكون شكل الأغلبية الوطنية؟ هل أقصى أم لا مشاركة أو الحفاظ على حقوق القوائم أو الكتل التي فازت؟ يعني ما هي شكل الموضوع؟ أعتقد التسريبات والتصريحات والجلسات أعطت أو ربما عززت من موضوع أزمة الثقة. يعني بمعنى أنه عندما نريد أن نصوغ صياغة جديدة لمشهد سياسي جديد، هذا المشهد السياسي فيه كثيرة، وبالتالي المستقلون أو المستقلون هم ليسوا بعيدون عن هذه المعادلة. بمعنى من نقول المستقلين تعالوا شكلوا، أيضا هناك من يسري بهذا الاتجاه اللي هو يشكك بالآخر، ما هو مستقبل المعادلة السياسية؟ حكومة 4 سنوات، من سيكون الفاعل؟ من الذي يحرك هذه الخيوط؟ وبالتالي هناك أسئلة كثيرة، والبعض الآخر ربما يراهن على أوراق جديدة، والبعض الآخر ربما ينتظر. إذن بمعنى آخر لا يمكن أن يكون طرح الأخير هو حلا للمشكلة السياسية العراقية، إذن لابد أن يكون هناك توجه لخيار آخر. ما نوع هذا الخيار؟ وهل سيكون هذا الخيار هل خيار عراقي بيور، أم ربما سيفتح شهية بعض الدول والأنظمة في سبيل نخوض بالخيارات الأخرى؟ لكن أرحب بك مرة أخرى سيدة صباح، برأيك يقدر المستقلين أن يتمكنون أو ينجحون باحتواء هذه الأزمة السياسية والخروج من هذا الانسداد السياسي الذي يخيم اليوم على المشهد في العراق، ويخرجون فعلا بتشكيل حكومة من مستقلين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ بشار وإلى ضيفك الكريم أستاذ طالب وإلى كل متابعي قناتكم الموقرة. اليوم المراهنة أصبحت على المستقلين من منطلق أنه الانسداد السياسي الذي حصل لابد أنهم يبحثون عن طرق نجاة، أو أنهم يعتبرون المستقلين يمثلون بيضة القضبان حتى تتمكن هذه البيضة من أنها تحقق الأرجحية لهذه الكفة أو تلك. وأنا أعتقد بأن المستقلين لن يستطيعوا السيطرة على الموقف، باعتبار أنه بعض المستقلين هم يمثلون بوابات خلفية لأحزاب نافذة، والبعض الآخر هو منقسم القرار ومتشظي مع رديفه ومع من يقابله.
بالتالي لا أعتقد المستقل اليوم يستطيع أن يصل إلى قرارات نافذة باعتبار أنه هناك مشارب مختلفة، وهناك مستقل من يتعامل بنفسية المعارضة، وآخر هو لا يمتلك الخبرة الكافية لأن يقود بلادا. لهذا أرى بأنه هذه الأزمة سوف تبقى مدة أطول إلا إذا اتفق المستقلون أو الذين يمثلون بوابات الأحزاب الخلفية أنهم يعقدون العزم على اختيار شخصية معينة، وهذه الشخصية هي تستطيع أن تخدم كل الأطراف دون أي مشاكل. بالتالي سنعود إلى مفهوم المحاصصة مرة أخرى وإن طليت بمفهوم الأغلبية السياسية. طيب، لكن وفق المتغيرات الحالية أو المعطيات السياسية الموجودة حاليا وصفات المستقلين، وفقا لها هل يمكن أن تكون هناك متغيرات حقيقية على أرض الواقع السياسي في القريب العاجل، ربما من شأنها فعلا الخروج من هذا الانسداد السياسي الحاصل، أم يمكن استبعاد ذلك بظل هذه الخلافات العالقة؟ يعني عزيزي، لا يوجد هناك شيء بدون حلول، ولا توجد هناك دائما في المفهوم السياسي لا توجد هناك نهايات سائبة إلى الأبد. لابد أن تكون هناك عمليات توافق فيما بين المتقاطعين والمختلفين والمتشظين، سميها ما شئت، ولكن لنقل بأنهم هم سيستفيدون من سقف الأزمنة. هذه الأزمنة أنا حقيقة يعني ربما أفكر الآن خارج النص، ربما تعيد بي إلى ما قبل عام 2014 أو في فترة عام 2014 عندما دب الخلاف في البرلمان العراقي وانتهى إلى أنه لم يقر ميزانية عام 2014 وانتهت هذه الميزانية، بالتالي غطت هذه المساحة على كثير من النواقص أو النقصات التي حصلت في الميزانية العراقية. أكثر ما أخشى أن هذه الأزمة تمتد إلى نهاية عام 2022، وبذلك يكون العراق قد عبر ميزانية عام 2022. طيب، ويكون الأحزاب السياسية قد غطت الكثير. هذا الموضوع خلينا نناقشه بالمحور الثاني من الحصاد معك تحديدا سيد صباح، لكن دعني أيضا أرحب بعضو الهيئة العامة لتيار الحكمة السيد أحمد أو الدكتور أحمد العيساوي. أهلا بكم دكتور، ضيفا كريما. وأود أن أسألك، يعني بعد ما بلغت الأزمة السياسية ذروتها، وهل فعلا هي بلغت ذروتها ووصلت إلى قمة الانسداد السياسي، وفي هذه الحالة هل نتوقع إعادة الانتخابات؟ هل باتت إعادة الانتخابات ضرورة لحل هذه الأزمة السياسية؟ أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبمشاهديك الكرام. احنا توقعنا من اول يوم ان الانسداد السياسي او الازمه السياسيه هي موجوده في البلد. من بعد نتائج الانتخابات الى اليوم هي ازمه سياسيه وازمه انسداد حقيقي للسياسه في العراق. وكل هذا يعود بنا الى الخلف، الى 2003، الى الدستور العراقي وكيفيه بناء الدستور العراقي، وهو بني على التوافقيه السياسيه اللي ما حد من الكتل السياسيه اليوم يعترف بهذا. نحن اليوم منذ 2003 بنينا على توافقية سياسية، ولهذا الأمر ترك اليوم كل شيء بالدستور هو على التوافقية السياسية. مثلا نحن اليوم بعد دخولنا البرلمان وانتخابات رئيس البرلمان يفتح الباب لترشيح رئيس الجمهورية 30 يوم، والدستور لم يفسر بعد 30 يوم في التوي نحل البرلمان، نعيد الانتخابات إذا ما صار رئيس جمهورية، ماذا يحل بعد ذلك؟ الدستور ترك الحبل على الغارب. لهذا السبب احنا بتوقعاتنا ونقول لجميع الكتل السياسيه واللي وصلنا لكل الكتل السياسيه انه الموضوع الاغلبيه السياسيه هو شيء في ظرف من الخيال. التوافقيه السياسيه اللي موجوده في البلد يجب ان تكون بينها مرحله انتقاليه بين التوافقيه السياسيه وبين الاغلبيه السياسيه اللي اليوم اللي موجوده. واليوم تعويل كل الكتل على المستقلين هو ايضا خطا، لان المستقلين لو اردنا نفسرهم اليوم عددهم داخل البرلمان لوجدناهم 41 حسب يعني تعداد المفوضيه. 10 منهم هم في المناطق الغربيه ويعرفون توجهاتهم يعني في السياده، وبعضهم خارج السياده هم قريب على عزم، وهذا الموضوع يعني 10 منهم. اذا تعتقدون انتم في تيار الحكمه او في قوى الاطار تعتقدون ان رمي الكره الى ملعب المستقلين، ومنهم مستقل ومنهم مستقل، قد يعمق هذه الازمه ويؤخر تشكيل الحكومه اكثر؟ يعني خليني افسر لك المستقلين بالضبط جنابك الكريم، بعدين افسر لك الجواب مالك على السؤال. والمستقلين 5 من عندهم هم للاتحاد الكردستاني وهم مع الاتحاد الكردستاني، باقي المستقلين معظمهم مع الاطار التنسيقي، يعني 5 منهم فقط مع التيار الصدري، وهذا ما صرح به حسن الاعذاري في تغريده وقال انه اليوم المستقلون فقد الشرعيه وما اعرف شنو، مع العلم هو السيد مقتدى الصدر انطاهم 15 يوم ورا 5 ايام
يعني عبر المقاطعة دكتور أحمد، يعني ذهاب المستقل بالتحالف مع قوى سياسية لا يمنع أن كون مستقل ويستطيع التحالف مع أي قوى يرغب بالتوافق معها. أنا أحكي على أنه مستقل، أنا أحكي حتى من جو الإطار هم مستقلين، لكن نعرف أنه الإطار هو معظم المستقلون ذهبوا إلى الإطار. لماذا؟ يعني الإطار ترك الموضوع من أول يوم وقال للمستقلين ممكن أنه يكون لهم دور حقيقي في المشهد وفي الحكومة القادمة، ولهذا السبب معظم المستقلين جوا للإطار ما راحوا للتحالف الثلاثي. هذا الموضوع اللي أريد أوصله. أما أنه الموضوع في داخل الحكومة وكيفية تشكيل الحكومة وكيفية النظر إلى الحكومة المقبلة، اليوم يجب أن نفهم ما هي الموالاة وما هي المعارضة. إنما أنت تكون موالاة والمعارضة بنفس الوقت، تصير وزير وعندك اللجان بيدك وتكون حكومه وانت اللجان بالبرلمان كلها ماخذها بيدك، هذا يسموه استيلاء على الدوله وليس معارضه الحكومه. ولهذا السبب احنا اليوم يجب ان ننظر في العمليه السياسيه والعمليه الانتخابيه التي دارت في اخر مرحله في البلد نظره معمقه لجميع الكتل السياسيه. لكن في تيار الحكمه او قوى الاطار مجتمعه ترغبون باعاده الانتخابات؟ احنا مستعدين للانتخابات باكر، لكن انه هل انه الانتخابات راح ترجع بنفس المفوضيه بنفس القانون بنفس الوضع؟ هل انه راح تحل الازمه ام تعمقها؟ ولا احنا باكر مستعدين للانتخابات؟ احنا جمهورنا معروف يعني اليوم وجمهورنا واضح وصريح. انا احكي على بالنسبه لنا كتيار، اليوم وصلنا 400,000، غيرنا وصل 600,000 و73 مقعد، واحنا 400,000 يقولون عندكم مقعدين. ولهذا السبب احنا هم في قانون الانتخابات عندنا مشكله، وفي مفوضيه الانتخابات اليوم اكو مشاكل، وكان اعتراض على مفوضيه الانتخابات. واضح. ولهذا السبب احنا بهذا السبب احنا بحاجه اليوم الى تفاهم والى جلسه حوار مع جميع الاطراف حتى نوصل الى حل حقيقي. مضت 7 أشهر دكتور احمد، 7 أشهر لن تتمكنوا من الوصول الى اي نتيجه بهذا الحوار. دعني اعود الى دكتور طالب. دكتور، موقف المستقلين ليش ما واضح حتى هذه اللحظة؟ يعني سبق أن أعلنوا أنهم سيشكلون معارضة في البرلمان، بعدين أعطوهم هاي الفرصة اللي من الصعب أن يستثمروها ويشكلون حكومة، حتى الآن ليش ما واضح موقفهم؟ يقاطعون هاي الحكومة يكون معارضة أم هم يسعون إلى تشكيلها فعلا؟ يعني أولا لا، ليس من الإنصاف أن نرمي الكرة في ساحة المستقلين بهذه الطريقة، لكن هو أيضا ضمنيا يعطينا على أنه فشل الكتل السياسية الكبيرة، وبالتالي بدأت تبحث عن ربما كتلة صغيرة في سبيل أن تكون هي مخرج وحل. وهذا طبعا مثلب ومأخذ كبير جدا، باعتبار أنه كثير من المستقلين حتى خبرة سياسية ربما ما عدوا فازوا بهذه الدورة، وهي طبعا أيضا مشكلة. لكن في طبيعة الحال أنا أعتقد أنه ما تفضل به الضيفين الكريمين أن المستقلين هي ربما عبارة حتى هي فضفاضة، نقول مستقل لكن كثير من عندهم هو منضوي ربما تحت كتل سياسية أو جاءت من خلال كتل لكن بعنوانات أخرى، وهذا أنا أقول ربما هو دفع الإحراج إلى الآخر لكشف الإحراج المتخفي ما وراء العمل السياسي. هذا ما كنت قصده، يعني بمعنى إذا كان مستقلين تعالوا ويانا شاركوا، خلينا نصوت على رئيس الجمهورية، تعالوا أيضا خلينا يصير عندكم آراء بالحكومة، إذا لماذا لا تأتون؟ إذا كان هو أساسا مخرج للمشكلة العراقية اللي الكل كان يتحدث عنها، أنا لست مع أو ضد تحليل لا أحلل في الدورات السابقة على أنه التوافق بات ربما قضية فاشلة، وربما هي أساسا أم المشكلات بالعراق، أعاقت كثير من الملفات. إذا لماذا اليوم عندما يطرح الأغلبية ويكون هذا رد الفعل؟ لأن هناك أزمة ثقة. أحكي لك يا بكل صراحة، ليش ألوف لك وأطوب وأجيب لك عبارات وأشوش على المشاهد؟ أكو أزمة ثقة ما بين القوى السياسية، وهذه الأزمة بدأت حقيقة ربما مع اليوم الأول من إعلان النتائج، لأن هناك مانشيتات ظهرت أقلقت المقابل، وخصوصا إذا ما رافق طبعا هذه شكوك أخرى بأن هناك تزيغ. لذلك شوف الاخوان كثيرا يقولون ان هناك تزيغ ولا يمتلكون اي دليل، يعني هي مجرد خروقات تعمق هذه الازمه، تؤبد هذا الانسداد السياسي. ذكرت قبل قليل قد تكون هناك خيارات، شنو الخيار المطروح بالمرحله المقبله؟ يعني اولا ان يبقى الموضوع مفتوح بهذه الطريقه الى ما له نهايه ما لا يمكن قبوله، لانه اليوم المنطقه كلها تمر ربما بمرحله خطيره جدا.
يعني أنت عندك الملف النووي الإيراني بدأ يتعقد، الأمريكي وخمسة زائد واحد، الملف أيضا الروسي الأوكراني بدأ يتوسع، وخصوصا مع أنه السويد اليوم تريد الانضمام إلى الناتو. هذه تكتيكات، يعني إذا ما ربما ذهبت روسيا مع هذه التكتيكات ربما نحن أمام حرب عالمية ثالثة. أمام العملية السياسية العراقية الداخلية والخارجية، هناك إذا تسمح لي لحل هذه الأزمة. نعم إذا تسمح لي، هناك مصالح موجودة بالدولة العراقية وعلى أرض العراق لدول مجاورة ودول إقليمية، وبالتالي ما هو مصير هذه المصالح؟ لابد أن تكون هناك حكومة، وحكومة لا تمتلك صلاحيات وإقرار وموازنة. إذن ولذلك أنا قلت ربما هسه يكون هناك فتح شهية لتدخل دولي. أنا أعتقد لحد شهر رمضان هناك كانت ربما بما يشبه إرشادات أو استشارات من دول خليجية ومن دول مجاورة، وهذه الزيارات التي كانت تدور ما بين سياسيين العراقيين وهذه الدول هي كانت نصائح وضخ على أنه لا بد أن يحل الموضوع. اسمح لي، خيار نقطة كلش مهمة، نقطة كلش مهمة وخطيرة جدا، ولا يمكن أن يكون 56% من نسبة الذين عزفوا على الانتخابات، وأنا ما أحكي عن 44، 56 أن يبقى طبعا ساكتا أمام هذه الظاهرة. إذن ربما إذا ولد أي انفجار معين أو أي عنصر ما سيكون واقع المجتمع العراقي أو الدولة العراقية. إذن على السياسي العراقي أن يتنازل في سبيل أن يمضي الموضوع بأقل خسارة ممكنة على أقل ما يقول، وهذا يحتاج إلى تفاهمات وحوارات جادة. لكن أيضا السؤال يقول 7 أشهر وين كنتوا؟ هسا خلينا نترك هذه 7 أشهر ونلتفت إلى الواقع. الخيار الخيار أما سيكون خيار أو ربما سيكون فرض، نوع من أنواع الفرض، نعم لابد أن يكون هناك كسر لكتل سياسية في سبيل أن نلتئم في كتل سياسية أخرى قوية ويمضي العملية السياسية بهذا الشكل. برأيك سيد صباح، ماذا بعد ال 15 يوم اللي راح تنتهي؟ أنا أعتقد أن هذه 15 يوما أو غيرها من الأيام هي أيام قد تكون مطاطية وقابلة للتمديد، باعتبار أنه الانسداد السياسي هو لا يقف على أعتاب قضايا دستورية وقضايا قانونية، بالتالي القانون عندما تكون بيدهم هم من يتحكمون به لا يتحكم القانون بهم. وأيضا حتى الأيام التي اقتطعوها على أنفسهم أو التوقيتات والسقوف الزمنية هذه أيضا فيها نوع من المطاطية، لهذا أعتقد بأنه عندما يراهنون على عامل الوقت وعلى عامل القوى وغيرها أو القوى المستقلة وغيرها، هذه كلها قابلة للتغيير وقابلة للشد والجذب. لكن ما يقلق أن اليوم المستقل يعني الذي لم يبدي رأيه إلى حد هذه اللحظة ولم يعطي أي صورة، لابد أن هذا المستقل سوف يشكل عبء آخر على العملية السياسية. هناك انسداد بين قوى كبيرة متمثلة بالإطار وبين القوى الثلاثة الأخرى. إذا حصل اليوم انسداد سياسي في القوى المستقلة هنا لابد أن يأتي دور المعارضة التي ممكن أن تقول كلمتها، أو أن المواطن سوف يقول كلمته كما تفضل ضيفك الكريم أن المواطن أيضا قوة لا يستهان بها عندما يرى أن هناك الحياة معطلة والقوانين معطلة وتنتابه الكثير من الأمراض، الحمى النزفية وكذلك الأتربة وقلة الرواتب باتت لا تكفي لنصف شهر وكذلك الأمراض المتفشية، كل هذه سوف تكون نقاط خطيرة ستدفع بالمواطن إلى أن يقول كلمته. طيب الكتل السياسية والأطراف السياسية المتنفذة حاليا هل هي وصل إلى مرحلة من الإدراك بحسب قراءتك لهذه المخاطر واحتمال تفجر الشارع، وخصوصا المحافظات الجنوبية أو الوسط والجنوب اللي تعاني من سوء الخدمات بشكل كبير؟ لو لم تكن قد استشعرت بالخطر لما توجهت إلى قوة كانت لا تفكر فيها يوم من الأيام المتعلقة الذي هم القوى المستقلة. نعم. هي اليوم فكرت بأنها تماما كما نقول في العامية العراقية الغرقان تشلب بالشاية. اليوم هم وجدوا هذه القشة التي هي ربما لا تنجي غريقا ولكن قد تكسر ظهر البعير. لهذا أرى بأنه عندما عولوا على المستقلين عليهم أن يدركوا تماما أن المستقل الذي لا يمتلك خبرة كافية في إدارة الدولة وإدارة الأزمات والصراعات من الصعب عليه أن ينفذ شيئا. الذي يمتلك خبرة 18 عاما في العملية السياسية كان متعذرا عليه. أعتقد أن اليوم هم يلقون طوق أو يلقون بكرة النار في خانة المستقل، ربما أقول ربما
أن القادم من الأيام الانفكاكات التي ستحصل في العراق ودخول تركيا على الخط ولربما انقسام في إقليم كردستان غيره، حتى يقولوا بأن المستقلين هم الذين أوصلون إلى هذه النتيجة فيما لو تم اختيار مستقل كرئيس للوزراء. طيب دكتور أحمد، بالنسبة لقوى الإطار الشيعي، هل هناك من أي حراك مرتقب بهذه المرحلة؟ من الممكن أن يقلب هذه المعادلة ويضع حد لهذه الأزمة وتتمكنوا من تشكيل حكومة بالتعاون مع أطراف أخرى؟ عندكم حراك حاليا أو مفاوضات مع أطراف سياسية أخرى؟ للموضوع كما يشهده مراقبون ويؤكد عليه بعض المراقبين أن هناك جمود بالحراك السياسي والمفاوضات. السياسي ما يتوقف ابدا، وهو الخطر المحدق بجميع الكتل السياسيه. اليوم جنابك الكريم لو لاحظت ان العمل السياسي في العراق كله اصبح عباره عن عدم ثقه بين المواطن وبين حتى العمليه السياسيه بالعموم. ولهذا السبب هو الخطر المحدق بجميع الكتل السياسيه، مو بشخص او بكتله معينه او بفئه معينه. ولهذا السبب من مصلحه كل الكتل السياسيه هو الحراك. واليوم الديمقراطي الكردستاني دائما هو يقول لا يمكن تكوين مفاوضات، وهذا عن قبل قادت من كردستاني من الديمقراطي الكردستاني، قال لا يمكن تشكيل حكومة إلا بتفاهمات مع الكتل السياسية. ولهذا السبب الجميع مستشعر هذا الخطر، والجميع يعرف مدى خطورة المرحلة المقبلة. واليوم توزيع اللجان البرلمانية داخل البرلمان ويعني تصرف في داخل اللجان، هناك قانون الأمن الغذائي أيضا قانون خطير ما يمكن تفسيره ولا يمكن شرحه ولا يمكن شرحه للمواطن العراقي. كل هذه تدل على أن هناك عدم ثقة بين الكتل السياسية، وأكو موضوع يدرس بالخفاء يستعجل فيه وبعدين يصير تفاهمات. أنت قانون الأمن الغذائي اليوم قانون خطير للعلم المواطن ولعلم الشارع، رغم أنه يعني أنه المواطن يجب أن يفهم ما معنى هذا القانون. القانون قبل كان يصرف ان ترليون و900 مليون، واليوم راح يصرف لقانون الامن الغذائي 10 ترليون و900 مليون، يعني 10 اضعاف القديم للمواد الغذائيه. منين راح نجيب احنا مال 10 اشهر غذائيه؟ احنا مخازن وزاره التجاره ما تسع لشهر غذائيه. كل هذا الموضوع كانه يدرس بسرعه وبسرعه، حتى اقرار اللجان جنابك اليوم لو لاحظت شلون قرت اللجان بسرعه وبسرعه، ومن كان رؤساء اللجان وشلون كانوا ومن يا تحالف كانوا، يعني تدرس انه الموضوع يدرس بسرعه بسرعه وبعدين خلوه على طاوله التفاوضات اخر شيء. وهذا الموضوع ما يمكن ابدا، مستحيل. وللكتل كلها تفهم هذا، مو بس الاطار التنسيقي، هناك الاتحاد الكردستاني ايضا فاهم هذا الموضوع، الامتداد ايضا فاهم هذا الموضوع، الجيل الجديد فاهم هذا الموضوع، تشرين فاهم هذا الموضوع، بعض الكتل ايضا فاهم، المستقلين فاهمون هذا الموضوع. ولهذا السبب اتوقع وتوقعاتنا ونحن نعمل على هذا الموضوع ان هناك ان تكون مبادره قريبه او يكون لمن الشمل والجلوس على طاوله الحوار، يلا تنحل الموضوع السياسي، لا ينحل المستقلين ب 41 مستقل ولا ينحل باي احد. عضو الهيئة العامة للتيار الحكمة دكتور أحمد العيساوي، كنت ضيفا كريما عبر سكايب، شكرا لك دكتور. دكتور طالب سيد صباح، أرجو أن تبقوا معنا ومع المشاهدين الكرام. ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. وسط فراغ سياسي يسيطر على المشهد، اللجان النيابية تفتقر للتنفيذ الحكومي، وأطراف سياسية تعد تلك اللجان محاصصة غير دستورية. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا، وأهلا بكم في حصادنا وملفنا الثاني. ومن جديد يستأنف مجلس النواب جلساته التشريعية والتي شهدت الأخيرة منها تسمية أعضاء اللجان النيابية. لكن اللجان أو التشريعات النيابية التي شكلت على ضوئها اللجان الدائمة ما زالت
تخلو من إمكانية تنفيذها بعد عدم تشكيل الحكومة المرتقبة وبعد دخولها في نفق الخلافات السياسية دون أن تبصر النور، وهذا ما يجعل عمل اللجان معطلا لخلوها ممن يرسم خارطة العمل بتلك التشريعات التي تصدرها هذه اللجان. المزيد مع الزميل علي حبيب. عجلة مجلس النواب تعود للدوران بعد توقف لأكثر من شهر طوى فيها المجلس جلسته 7 من السنة التشريعية الأولى التي تم فيها توزيع أعضائه على اللجان الدائمة للمجلس النيابي رغم الجدل الحاصل، ناهيا بذلك شوطا من الخلافات السياسية التي أصابته بالركود البرلماني والعجز في إنجاز القوانين. حسم البرلمان لتشكيل لجانه لا يخلو من التجاذبات السياسية وأمان التفرد بالسلطة والقرار، فآلية التوزيع لم تراعي التوازن للقوى السياسية داخل البرلمان، فاستحواذ التحالف الثلاثي على نسبة عالية من اللجان يبدو واضحا في خارطة التقسيم التي من المحتمل أن تشهد هي الأخرى تغييرات طفيفة في حال تشكيل الحكومة، خاصة وأن هذه اللجان لم تسمي هيئة رئاسة لها بعد، فإدارتها لا تزال مناطة للأكبر سنا. وبعد هذا الحسم برزت الدعوات من الأوساط السياسية والشعبية في مضي اللجان بمهامها في مراقبة الجهات التنفيذية وممارسة دورها لتقويم الأداء، خاصة مع حكومة تصريف المهام وضعها أمام التساؤلات لفحوى الأزمات المركبة وما اتخذته من مقررات خارج حدود صلاحياتها. فالخط البياني لعمل الحكومة الحالية يشير لكم كبير من التجاوزات. جسد البرلمان الذي تعطل بسبب الخلافات السياسية يرن الشارع له بأداء عالي المستوى رقابيا وتشريعيا، فالأزمة السياسية ألقت بتأثيراتها على حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات المرحلة من الدورات السابقة إلى الدورة الحالية. ومن المؤمل أن تبدأ هذه اللجان ممارسة عملها خلال الأسبوع المقبل. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل الملف الثاني من الحصاد نرحب مرة أخرى بضيفنا الأكاديمي الدكتور طالب محمد كريم. أهلا بك دكتور مرة أخرى، وأيضا الترحيب برئيس مركز اتحاد الخبراء استراتيجيين الأستاذ صباح زنقاني ينضم لنا بصوت وصورة من بغداد. أهلا بك سيد صباح مرة أخرى. حياكم. وبداية دكتور طالب، ما هو تقييمكم لطريقة أو سيناريو تشكيل اللجان النيابية مؤخرا؟ أولا شكرا مرة أخرى. يعني أعتقد ربما أنه دأبت العملية السياسية أنه يبدأ عمل مجلس النواب تحديدا باعتبار أنه يشرع يعطي مشاريع قوانين أو يقترح قوانين، تبدأ مع تسمية رئيس مجلس الوزراء، ثم رئيس مجلس الوزراء يأتي طبعا بحقيبته ويأتي ببرنامج الحكومي المهم ويقرأ البرنامج الحكومي تحت قبة مجلس النواب، وبالتالي يتم التصويت على البرنامج الحكومي، وعند ذلك طبعا يبدأ العمل متوازيان العمل التشريعي والعمل التنفيذي. اليوم العمل التنفيذي هو معطل فراغ، يعني بمعنى أنه أعمال يومية ما عنده صلاحيات يسوي اتفاقيات حتى يعرضها حتى القرارات اللي هي سيادية، وبالتالي أنت عندك أيضا عمل تشريعي. العمل التشريعي كيف ينظم العمل به، يعني ما هي المشروع السياسي حتى تبدأ عملية اللجان، يعني اللجان راح تتوزع هي. أولا لابد أن يكون هناك انسجام كامل ما بين أعضاء مجلس النواب حتى كل واحد يأخذ دوره بالطريقة الطبيعية، لأن أنت من تريد تصير رئيس مجلس النواب عندك أعضاء، إذا الأعضاء يشعرون نفسهم هم بعيدين عن القرار بمعنى كرؤاسة كتل، يعني كتل سياسية. ما هو الدستور العراقي، الدول الديمقراطية هم دول أحزاب، الأحزاب عندما تفوز بمقاعد النيابية تتأمل أن برامجها الحزبية أن تحولها إلى واقع عملي. كيف تحولها إلى واقع عملي؟ لا. إذا ما تكون وزير هنا وإذا ما تكون هنا رئيس اللجنة، وبالتالي هذا العمل هو
لكن ما حدث طبعا اليوم حدث أنه خلي هذا الذراع يعمل وخلي ذاك إلى أن يحل هذا الذراع، وبالتالي أساسا يعني كأنه القضية أن الفراغ هذا إلى متى يبقى كأنه محسوم، محسوم في أما أنه أكو فترة معينة وراح ينتهي وتنحل هذا الموضوع، خلي إحنا نشتغل أو لربما خلوه اتركوا هذا الموضوع بهذا الشكل، وهذا ما لا يمكن طبعا تحقيقه عمليا. طيب. سيد صباح، في هذه الحالة يمكن لهذه اللجان النيابية الدائمة التي شكلت ممكن أن تأخذ دورها التشريعي فعلي، وما تزال الحكومة غير مشكلة وهناك حكومة تصريف أعمال حتى هذه اللحظة؟ يعني لا يمكن، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يمكن اليوم أن ننظر إلى دور اللجان لأن هي مجرد أدوار شكلية لنقل أنها فقط تشرع القوانين، هي تفكر بأنها تشرع القوانين وتفكر في آلية تطبيق هذه القوانين وتتعاون مع الجهات التنفيذية. إذا كانت الجهات التنفيذية هي اليوم جهات تسيير أعمال وليست جهات يعني ممكن أنها تسير الأمور، وربما هي مقيدة اليوم بقيود شرطية يعني لا يسمح لها القانون بأنها تتعامل بيد مطلقة كما كانت عليه في السابق، لهذا أعتقد عندما تشكل هذه اللجان تكون أكثر مهامها الرقابية على الأمور السابقة وليست الأمور الجديدة أو المشاريع الجديدة أو الأفكار والطروحات التي طرحت. يعني على سبيل المثال اليوم هناك حاجة ماسة للجان المعنية، اللجنة الاقتصادية واللجان المعنية بمسألة الأمن الغذائي ومسألة المسائل الأخرى تتعلق باللجان التي هي مشكلة من النظر بمسألة شحة المياه والتطرف المناخي والمشاكل الأخرى التي تحصل، أيضا ظهور داعش على السطح والتعرضات التي تقوم بها داعش، هذه أيضا نقطة خطيرة جدا، لابد أن لجنة الأمن والدفاع تكون للجان الفاعلة وينظرون إلى آلية التعامل مع هذه الخروقات التي تحصل هنا وهناك. لهذا قد يستهين البعض بهذه اللجان، ولكن هي اللجان ليست لجان شكلية بل هي لجان لديها أعمال ومهام. إذن هي مهمة وهذه الأهمية معروفة. طبعا هي مهمة، ولكن هل شكلت هذه اللجان وفق معايير عادلة وقياسية أم هناك كانت تأثيرات غير سياسية كانت هي السائدة على طريقة وسيناريو تشكيل هذه اللجان؟ يعني أعتقد أنه اللجان هذه تم تشكيلها على يعني على السرعة، وهذه طبعا تعد نقطة خطيرة جدا. أولا البطء في تشكيل اللجان قد يسبب في تعطيل كثير من الأعمال وفي تعطيل كثير من الأمور التي تقع على عاتق هذه اللجان فيما لو شكلت، وأيضا الإسراع قد يولد عدم الدقة في اختيار الشخصيات أو اختيار المهام الموكلة إليها. لهذا أعتقد اليوم أنه لابد من النظر بجدية هذه اللجان، ولابد النظر إلى مفهوم التخصص. يعني اليوم الرجل مثلا يوضع في لجنة اقتصادية مثلا، ينبغي أن نحتاج إلى خبراء في المجال المياه وفي الزراعة وغيرهم، وحتى خبراء في مجال التجارة مثلا، عما أن يأتي مثلا شخص هو متخصص في الإدارة القانونية أو متخصص في مسألة يعني في القضايا الرياضة والشباب، ما ممكن أن نضعه في هذه اللجان. لابد البحث. طيب. طالما كانت قضيه اعضاء ورئاسات هذه اللجان، اسمح لي سيد صباح، طالما كان يعني حتى بالدورات السابقه كان الشخص غير المناسب في المكان المناسب لامور حزبيه وتوافقيه وغيرها، هذه الدوره كانت بذات السياق والى اي درجه ستؤثر على اداء البرلمان والحكومه ايضا؟ عفوا السؤال موجه لي؟ نعم لكم سيد صباح. يعني لم أسمع السؤال جيدا تحديدا. حتى بالدورات السابقة يعني بسبب التوافقية والمصالح الحزبية والفئوية وغيرها كان يوضع الشخص غير المناسب بالمكان الغير مناسب أيضا، هذه الدورة بذات السيناريو كانت؟ نعم أحسنتم. نحن نبحث اليوم عن التغيير، عندما قلنا بأن هذه الانتخابات تمثل انتخابات مفصلية كانت الطموحات أوسع مما نراه في أرض الواقع، لم يكن أحد يتصور بأنه لا تزال الأدوات السابقة يتم التعامل بها إلى الوقت الحالي. ليست لدي الآن يعني معلومات كافية ودقيقة عن أن هذه اللجان هل هم كلهم أصحاب تخصص أم لا، ولكن فيما لو تتكشف الأمر لاحقا بعد أن يتم عملية نشر الغسيل والتسقيط عندما تبرز إلى السطح بأنهم أشخاص هم غير مؤهلين، هذه تعتبر كارثة الكوارث. نحن نتحدث عن تجربة عمرها 18 عاما، يفترض بهذه التجربة أن تكون تجربة رصينة ويتم الاستفادة من الأخطاء السابقة ولا
حتى بأشخاص هم ليسوا متخصصين في مجالاتهم الأكاديمية أو العملية أو الميدانية، ثم يوضعوا في مجالات أخرى لحسابات حزبية أو لحسابات فئوية. طيب دكتور طالب، ماذا عن أداء رئيس البرلمان؟ وهناك اتهامات بأنه قد فصل هذه اللجان ورئاساتها وأعضائها على مقاسات معينة، يعني من كان فعلا له تأثير أم كان لديه إدراك لإرادة أطراف سياسية أخرى مشاركة بهذه العملية؟ هو يبدو أنه كل العمل السياسي اليوم هو يسير باتجاهين، يعني بين مجموعتين، وبالتالي لو أذرع واضح جدا العملية. لكنه هل اللجان تكون لجان خبرات لا أعتقد ذلك بكل المقاييس، لأنه باعتباري العملية السياسية هي توافق. لكن ربما موقع اللجان هي أخطر يمكن من المواقع التنفيذية، هاي راح تشرع قوانين، هذا موضوع آخر. بالتأكيد كل الحكومات السابقة كانت تشتكي من أنه حالة التوافق هي التي تعيق مراجعة والتدقيق بالملفات، وبالتالي ربما هناك عشرات الآلاف من الملفات الموجودة. إذن المشكلة مو مشكلة فقط باللجنة، وإنما في حريته وصلاحياته. هل يمكن أن يتجاوز حواجز الكونكريتية ويطرق ربما أماكن قد تكون مرعبة بعد 2003؟ كل هذه هل يجاز له ذلك أم ربما يمنع من عبور ذلك؟ أنا أعتقد ربما هو التوافق السياسي إلى حدود كبيرة جدا كانت تمنع ذلك، وبالتالي أقول ما الذي أعدى مما بدا، هل ربما سيجري وفق هذا الرؤية؟ أيضا لا يمكن أن تجري، لأنه باعتبار إذا ما فصلنا الموضوع يجب أن تكون هناك معارضة حقيقية داخل مجلس النواب، والمعارضة الحقيقية هي حتى في سبيل أنه تلحق الحكومة، تلحق الكتل التي هي تتحكم بالقرار السياسي العراقي، تتابع كثير من الملفات، وحتى أنه تنجح المعارضة، حتى المعارضة تنجح كقيمة موجودة، فعاليتها وآثارها وتداعيات الأمور المترتبة عليها. إذن لازلنا نحن اليوم أصلا بعيدين عن هذه الموضوعات وهذه العناوين، ولذلك نقول نحن أمام مشكلة يا جماعة، لأنه إحنا بالنسبة أيهما أقل ضررا بدنا نبحث عن هذا الموضوع، أيهما أقل ضررا خلنا نقبل به، إذا التوافق هو أقل ضرر خلنا نقبل بالتوافق ونستعد لعملية سياسية جديدة. نعم. يمكن لهذه اللجان التي شكلت بأي طريقة كانت يمكن لها أن تنجح بظل تشكيل حكومة جديدة، وإذا شكلت الحكومة وأصبحت تشريعاتها سارية المفعول؟ يعني حتى لو هي كانت ناجحة، أنت أخذ الصدى، الصدى الإعلامي والصدى الاجتماعي، ربما قد يعني كثير من أعمالها وكثير يشكك بها باعتبار أنه قد تكون بدوافع أيديولوجية سياسية، ما شاهدناها في دورات السابقة. كيف إذا هي العملية السياسية مبنية على تباعد في الثقة، ماكو ثقة بين الأطراف كليتها، وبالتالي يقول أنا مستهدف، أو ربما من هو في 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 مركبي هو مستهدف. نعم أنا أقول هناك ربما مهن وهي التي تدقق، لكن يبقى هذه العملية مشكوكة، وربما يبدأ على تصعيد سياسي جديد، وربما يبدأ إلى احتدام سياسي جديد. إذا أنا كان من المفترض أن الشعب العراقي، نرجع إلى سالفتنا الأولى، أن يشوف هناك رئيس مجلس الوزراء، يدخل مجلس الوزراء عنده برنامج حكومي، عنده كابينة حكومية قوية، هناك دعم لهذه الكابينة، صلاحيات كبيرة، لا أقول صلاحيات كاملة، صلاحيات كبيرة، وهناك تفاهمات لابد أن تكون هذه التفاهمات، بمعنى رئيس مجلس الوزراء يقول أن هذه الأمور لابد أن تعالج. أبعدوا النفوذ السياسي، أبعدوا كل عن المال، عن القرار السياسي، خلونا نشتغل في سبيل أنه الدولة تعيد موازنتها، في سبيل أن الشعب ترجع ثقته بالعملية السياسية، ترجع ثقته بالدستور العراقي، ترجع ثقته في كل الأمور، حتى في سبيل أنه يبقى الموضوع، يبقى هذا النظام السياسي قائم. وربما نحتاج إلى بعض التعديلات، هذه التعديلات ممكن في أوقات معينة أن تتم بطريقة سلسة. طيب سيد صباح، هل من المتوقع أن تكون هناك طعون ترفع للمحكمة الاتحادية العليا من قبل الإطار الشيعي خصوصا أو بقية الأطراف الأخرى أيضا، وفق التحفظات التي لديها مختلف القوى على آلية تشكيل هذه اللجان؟ لا شك أنه هي في البداية كانت القوى الشيعية أو الإطار كانوا اعترضوا على هذه اللجان، على بعض شخوصها وعلى الآليات السريعة التي تم
اختيار الأشخاص. صحيح هم أيضا يمثلون عصب مهم في العملية السياسية، وهذا طبعا ربما يحد من التطرف بهذا المجال، ولكن نقول بأن إعادة النظر بشكل عام بهذا بهذه اللجان أمر مهم جدا للتدقيق في التخصصات ومجالات الخبرة، وأيضا التدقيق في الحصص الحزبية فيما بين الأحزاب، باعتبار أن العملية السياسية شئنا ما بين هي لا تزال تسير وفق مفهوم المحاصصة. وأيضا النقطة الأخرى أن هناك بعض أشخاص هم عليهم شوائب وعليهم مؤاخذات ومشاكل، وهؤلاء هم ربما برز إلى سطح بعض الشخصيات اليوم قد طعن بملفات فساد كبيرة، وهم اليوم يمثلون كشخصيات واجهات في بعض هذه اللجان. فلا بد أيضا النظر إلى خلفية كل شخصية، لا أتحدث عن الشهادة الأكاديمية أو الخبرة، بل النظر إلى ما يمتلكه أو لربما الأموال التي جاء بها، وكذلك الآلية التي يعني استحوذ بها عليها على الأموال وعلى الثروات والاستثراءات السريعة التي تحصل. لهذا أعتقد عندما تكون تدقيقات من هذا النوع ربما سيخفف العبء المستقبلي على العملية السياسية وعلى الناتج الذي تخرج به البرلمان العراقي. طيب سيد صباح، أكو موضوع الدكتور أحمد ذكرنا إياه بالملف الأول من الحصاد، قضية قانون الأمن الغذائي. هل يمكن أن يمرر هذا القانون، قانون الأمن الغذائي، بظل هذه المعطيات والخلافات السياسية حاليا بالبرلمان؟ يعني الأغلبية من الذين ينظرون إلى هذا القانون قد ينظر شخص إليه بطريقة ربما فيها نوع من يعني لنقل المثالية، عندما يقرأ هذه الأمور يراها أمور جميلة جدا، ولكن الشخص الواقعي لا يقرأ النصوص ولكن يفكر في آلية تطبيق هذه النصوص، هل أنها هي قابلة للتنفيذ أم لا. إذا كانت الأدوات الحكومية والقوى وبعض الشركات والمؤسسات والدوائر هي لا تزال على آلية الفساد، فإن أعطيناهم مليار دولار أو مثلا 10 مليارات أو كذا، بالنتيجة هو يبتلع كل ما موجود والمواطن لا يصل إليه أي شيء من هذه الأموال. أضف إلى ذلك أن هناك أمور نتحدث عن الأهم فالمهم. عندما نتحدث اليوم عن مشكلة الجفاف الذي سيحصل في السنوات المقبلة، وأيضا هذا ليس فقط سوف نعاني من مسألة العطش، بل أن أول ما سيعاني نعاني من الأمن الغذائي وانعدام الزراعة. لهذا لابد لهذا القانون أن يوظف الجوانب الكثيرة، كحصص المائية بالنسبة للفلاحين، وكذلك قضية الأسمدة والمستحقات السابقة لهم، لكن بالإضافة إلى الكثير. هذا فقط جانب واحد، لا أتحدث عن الجوانب الأخرى القانون. سيد صباح، سؤال أخير لكم دكتور طالب، ربما الحديث أو اهتمام أطراف سياسية بقانون الأمن الغذائي أكثر من اهتمامها بتشكيل الحكومة وحل هذه الأزمة السياسية، لكن تعتقد أن تشكيل الحكومة أو سيتم تشكيل الحكومة بعد تمرير قانون الأمن الغذائي؟ لا، هو بالطبيعة الحال يعني الكلام داخل حقيقة الغرف السياسية نمبر 1 يعني أنه لا يمكن أن يبقى هذا الموضوع إلى أجل مفتوح، لابد أن يحسم الموضوع يعني خلال 2 أكثر يعني كحد، هذا أعلى أقول يعني هذه إرادة موجودة، لأنه لا يمكن أن يتحمل الموضوع. إذا بالتالي هل ربما أنه الموضوع مرهون بهذه القضية؟ لا أعتقد، لكن طبعا بطبيعة الحال أنه أساسا عليه ملاحظات كثيرة و أمور كثيرة، ولا أعتقد طبعا أنه يأخذ مقبولية اجتماعية، لكن إذا ما مرر في مجلس النواب أعتقد نعم سيصوت عليه باعتبار الأغلبية حاضرة، وبالتالي نصف زائد واحد وينتهي الموضوع. يمكن أن يكون محل للتفاوض وتشكيل الحكومة على ضوء؟ لا أبدا، الموضوع وتشكيل الحكومة أكبر من هذا القانون. الشكر الجزيل لك دكتور. دعنا نطلع سوية ومشاهدينا الكرام على نتائج الاستبيان، وهل سيكون الأداء التشريعي للجان النيابية التي شكلت مؤخرا أفضل من سابقاتها؟ كانت الإجابات 23% نعم، 75% كلا، و2% متحفظ. كانت هذه نتائج الاستبيان حول
هذا السؤال الذي طرح من قناة الأيام لبرنامج الحصاد والأكاديمية الدكتور طالب محمد كريم، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك. والشكر الجزيل لرئيس مركز اتحاد الخبراء استراتيجيين الأستاذ صباح زنقنا، كان معنا مباشرة بالصوت والصورة بغداد. شكرا لك سيد صباح. والشكر الجزيل لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الأكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.